السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم. إذا رأينا في الحصة الماضية عرفنا المستقيم المدرج وتعرفنا على العناصر المميزة لهذا المستقيم المدرج. خلال هذه الحصة وخلال هذه الفقرة سنتعرف على أفصول نقطة على المستقيم المدرج وماذا نقصد بكلمة أفصول. إذا هنا لدينا مستقيم مدرج أصله أو وحدة تدريج المسافة أو مسافة أوي وحدة التدريج دون المنسى العنصر الثالث وهو المنح الموجب، يعني من النقطة نحو اليمين، يعني المنح الموجب نحو اليمين. إذا هذه العناصر المميزة لهذا المستقيم المدرج. الآن كل نقطة على المستقيم المدرج مرتبطة بعدد عشري نسبي يسمى أفصول هذه النقطة. النقطة التي هي أصل المستقيم المدرج أفصولها هو العدد صفر. عند الانتقال نحو اليمين نكون في المنحى الموجب. إذن تفاصيل أو الأعداد مرتبطة بجميع النقاط من نقطة أولى واليمين هي أفاصيل موجبة وأفصول أقصد به العدد المرتبط بهذه النقطة. وأفاصيل النقط الموجودة على يسار النقطة أو أي في المنحى السالب هي أفاصيل أو أعداد عشرية نسبية سالبة. من النقطة أولى والنقطة إي انتقلنا بتدريجة واحدة، نكتب واحد، وبما أننا في المنحى الموجب إذن واحد سيكون موجبا. مثلا إذا أخذت نقطة سميها النقطة F، ما هو أفصول النقطة F؟ أنطلق دائما من أصل المستقيم المدرج وأحسب عدد التدريجات التي انتقلت بها من النقطة O نحو النقطة F. إذن تدريجة أولى، تدريجة ثانية، ثم تدريجة ثالثة، إذن ثلاث تدريجات. وبما أننا انتقلنا نحو المنحى الموجب فإن العدد ثلاثة سيكون موجب، إشارته ستكون موجبة. مثلا نقطة هنا نقطة K، أفصول النقطة K، أو كيف سأحدد أفصول النقطة K؟ سأحسب عدد التدريجات التي انتقلت بها دائما من أصل المستقيم المدرج نحو النقطة K. إذن تدريجة أولى، تدريجتين، إذن تدريجتين، اثنان، العدد اثنان. وبما أننا انتقلنا نحو المنحى السالب فإشارة العدد اثنان ستكون سالبة، أو أفصول النقطة K سيكون عدد عشري نسبي سالب والذي هو ناقص اثنان. إذا أخذت هنا مثلا نقطة G لنحدد أفصول نقطة G ننطلق دائما من أصل المستقيم المدرج، إذا التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، التدريجة الثالثة، ثم نصف تدريجة، أي أنني انتقلت بثلاث تدريجات ونصف 3.5. وبما أنني انتقلت نحو المنحى السالب فإشارة هذا الأفصول ستكون سالبة، أي أفصول النقطة G سيكون سالبا والذي هو ناقص 3.5. مثلا نقطة هنا نسميها النقطة H، فلنحدد أفصول النقطة H عن طريق من أصل المستقيم المدرج. إذا لاحظوا أتحرك نحو المنحى الموجب، إذا أفصول النقطة H سيكون موجبا، إذا أحسب عدد التدريجات 1 2 3 4 ونصف تدريجة، إذا أفصول النقطة H هو 4.5 من المنحى الموجب، إذا إشارة هذا الأفصول ستكون موجبا. أكتب أفصول النقطة H هو العدد 4.5، ونكتب النقطة H دائما
الأقصور أفتح قوسين أربعة وصفر خمسة ثلاثة أفصول النقطة ك هو العدد العشري النسبي ناقص اثنان ونكتب استعمال تمييز النقطة ك ذات الأفصول ناقص اثنان الآن نأخذ مثال حيث مطلوب منك هذا المثال أن أضع مجموعة من النقط بتفاصيلها على المستقيم المضرب مثلا التعليم هي وضع النقط التالية على المستقيم المدرج مثلا هنا نقطة أ ذات الأفصول 2.5 نقطة ب ذات الأفصول ناقص 0.5 ونقطة س ذات الأفصول مثلا 3 أو ناقص 3.2 مثلا هنا دائما في مستقيم مدرج اصله او وحده تدريج المسافه او اي منها الموجب نحو اليمين وحده تدريج ما هي 10 سنتيمتر للمستقيم اذا كيف ساضع نقطه على الاقصر 2.5 على المستقيم المدرج اولا اشاره افصول هذه النقطه 2.5 هو عدد موجب اذا هذه النقطه ستتواجد في منها الموجب لهذا المستقيم المدرج اذا انطلاقا من اصل المستقيم المدرج ساحسب او سانتقل بتدريجتين ونصف نحو المدح الموجب لان الافصول موجب التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، ثم نصف التدريجة. هنا النقطة أ ذات الأفصول 2.5. بالنسبة للنقطة ب، ألاحظ أن إشارة أفصول النقطة ب هي إشارة سالبة، إذا سيكون في المنحى السالب المستقيم المدرج. إذا انطلاقا من أصل المستقيم المدرج سأنتقل بنصف التدريجة. نصف التدريجة يعني هنا النقطة ب 0.5 بما أننا في المنحى السليم ذات الأفصول ناقص 0.5 ثم في الأخير النقطة س ناقص 3.2 دائما إشارة سالبة إذا في المنحى السالب إذا سأعد انطلاقا من أو سأنتقل انطلاقا من أصل المستقيم المدرج بثلاث تدريجات فاصلة 2 إذا التدريجة الأولى التدريجة الثانية، التدريجة الثالثة، فاصلة اثنان، بما أنني سأعد واحد التدريج 10 سنتيمتر، إذا 0.2 من 10 سنتيمتر هي سنتيمترين